عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل المميز. رحب معي في ضيف حلقة اليوم المهندس زيد سلام حدادي. بداية مساء الخير سعادة المهندس. اهلا بكم، شكرا، منورنا طبعا. الله يخليك. الله يسعدك. بداية مهندس زيد، يعني انت اشهر من تعرف في هذا القطاع، لناخذ نبذة بسيطة عن حياتك، عن شخصك الكريم، عن بداية مشوارك العملي، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. انا زيد حدادي، مهندس مساحة، درست في مادبة ثانوية، تخرجت توجيهي منها، طلعت على حلب. اول اشي رحت على هنغاريا، على بلجيكا، لكن ما كملت في بلجيكا كون ظرف الوالد بعلم 5-6 جامعات في نفس الوقت. رجعت على حلب، كمان ما قدرنا نكمل في حلب، رحنا على هنغاريا، درسنا علم المساحة وهي مساحة جوية. للأسف يوم رجعت للأردن أنا خلصت هندسة مساحة، مساحة جوية كانت نادرة عندنا في الأردن، المساحة الجوية في 2 في الأردن كانوا، أنا والدكتور يوسف الصيام بدرس في الجامعة الأردنية، لكن ظروف يعني ما دخلت الحكومة، اشتغلنا قطاع خاص. بعدين بس تخرجت من هنغاريا رجعت للأردن لوطني، أخدم وطني، أخدم أهلي، أخدم شعبي، أخدم الأهل كلهم. اشتغلت 5 سنين قطاع سياحة، قطاع خاص. بعدين اشتغلت في وزارة السياحة والآثار، كنت مسؤول عن المشاريع في الأردن كلها، من العقبة للرمثة، تطوير واستملاك والمناطق الأثرية والسياحية. بعدين تقاعدنا، أو يعني خلصت 60 سنة، فتحت مكتب مساحة، وهلأ أنا فاتح مكتب مساحة، وإن شاء الله خير. إن شاء الله بالتوفيق يا رب، ومن زايد لزايد. الآن نتحدث أكثر بالخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل هون. شوفي، هو علم المساحة، بدي أعطيك فكرة عن علم المساحة. علم المساحة هو أقدم علوم الأرض وأقدم علوم الهندسة كلها. كل شغل الهندسة لازم قبل يكون مساحة، يعني مثل تثبيت الحدود، مثل طرق، مثل جسور، مثل مياه، مثل أنهار، مثل تضاريس، مثل كذا، كله لازم يسبقه علم المساحة. علم المساحة بتدخل في كل إشي، حتى في المساحة العسكرية، إحداثيات، يوم يقوم الطائرات بقصفوا منطقة للأسف يعني بكونوا على الإحداثيات. هلا في أجهزة، كانوا أول يستخدموا أجهزة الجنزير في تثبيت وتحديد الحدود، بعدين تطورت الأجهزة، تطورت صارت في عندك توتال ستيشن وأركتك ومن يعني الأجهزة المتطورة جدا. هذه الأجهزة المتطورة مربوطة في الأقمار الصناعية، 12 قمر صناعي، إذا بكون فوق 7-8 بكون الإحداثيات 100%. فأي إشي يعني هلا قلت لك، يعني في كل إشي بدك تقومي فيه الآن علم المساحة. قبل أي علم هندسي لازم يكون علم المساحة قدام، لأنه بدخل في الجسور، في المياه، في الجيولوجيا داخل الأرض، في التضاريس، في فوق سطح الأرض، السفن، إرشادات، طائرات، أقمار صناعية، كله علم مساحة. نعم نعم. نتحدث الآن عن الصعوبات والمشاكل مهندس زيد، ومثل ما بنعرف سواء بمكتب هندسي ولا غيره اللي بمر بمشاكل معوقات، تفضل حدثنا أكثر. شوف، في مهندسين مساحة وفي مساحين. مهندسين المساحة درسوا 6 سنين يعني، ودرسوا كلها على الأجهزة والشغلات. المساحين درسوا سنة أو دورة أو سنتين. بتلاقي مرات صعوبات، كيف يعني الصعوبات اللي بتواجهنا مع الإنسان، يعني إذا في أنت وأهلك ولاد عمك بتهم يفرزوا شغلة،
احنا بنقوم في الافراز، شو المشاكل اللي بتواجهنا؟ انه واحد من اهلك بيقول انا ما بدي هاي التقسيم، انا بسوي لهم سكتش كيف كل واحد حصته وقديش كل واحد حسب النسبة، فبتقوم انت على فرض بتقولي انا ما بدي هاي، فبتلاقينا بدي اغير وكذا. بعدين القضايا المحكمة، وانا بدي اشير منها، هاي قضايا المحكمة كثير بتاخذ وقت، يعني افراز قضائي يوم يكون عدم اتفاق بدي افرز شغلة وما يكون في اتفاق فبنلجأ للمحكمة. المحكمة بتاخذ يعني اوقات كثير، اذا بقولك فوق 8 سنين و9 سنين و10 سنين بتلاقي الواحد بموت بيجوا ورثة بتتعقد اكثر. نعم فعلا والله. هاي المشاكل اللي بتصادفنا، وياريت المحاكم ينظروا فيها هاي، لانه اذا بقعد 9 سنين و10 سنين الكبير بموت، الصغير بده ينحط في القوشان. نعم. بده يصير مشكلة جديدة حتى يصير 18 تتفتت الملكية وتتفتت كل إشي، هاي مشاكل كثير بنواجهها يعني. نعم بتأكد إن شاء الله بتنحل المشاكل. طبعا إحنا نوجه رسالة للأستاذ بران حوطات بالمراجعة حل أيضا المشاكل. مهندس زيد الألو، نتحدث عن تطور هذا القطاع من وجهة نظرك، كيف بتشوفه؟ أنا بشوف تطور التكنولوجيا سريع جدا، والأجهزة كلها تكنولوجيا، يعني كل يوم عن يوم. إذا بتلاحظي أنت الموبايل تبعك إذا بتشتريه قبل شهر بصير قديم. نعم. يعني أجهزة قاعدة بتتطور كثير يعني وكذا. وللأسف يعني بدي أقول لك شغلة، إنه إحنا الدول العربية ما إحنا بس بنتلقن، احنا بنتلقن هذه التكنولوجيا ولكن ما بنخترعها ما بنسويها ما فيش عنا. يعني بدي اقول لك 75% في امريكا في الغرب بيعملوا لتطوير شغلة معينة من الموازنة. احنا المركز البحوث الملكي اللي في الجامعة للأسف ما في 1% 2% على تطوير التكنولوجيا والبحوث والشغلات مثلها. لذلك أنا بطلب يعني أنه على الأقل يكون في اهتمام في هاي، في عنا شباب واعيين، في عنا شباب كثير جيدين، في عنا شباب كثير ممتازين، في عنا شباب إشي مش معقول يعني بس بتهم يعني مثل ما بتقول دعم ومعرفة وأبحاث، ونوجههم للأبحاث ونوجههم لكل إشي بيبدأ. بتأكيد. نعم مهندس زيد، الآن نحن نسمع منك كلمة لزملائك في نفس الاختصاص، شو بتحب توجههم برسالة أو كلمة من عندك؟ اتفضل. أنا ما يعني كلهم محترمين وكلهم كويسين، بس أنا بحب أنوه لشغلة لزملائي وللمهندسين وللمساحين ولكل المهندسين كافة. نعم. إنهم يحترموا المهنة وما كل واحد يحكي عن الثاني هذا بفهم ولا هذا ما بفهم، بتعرف على أساس. بتأكد هاي المنافسة ما نحكي فيها يعني الغير مرغوبة. الغير مرغوبة. نعم. واللي أنا ما يعني ما بحب يعني أنا أي واحد بيجيني بقول لك شو رأيك في المهندس، بقول لي شو رأيك في المهندس الفلاني أو المساء، بقول له ممتاز ممتاز كثير. حتى لو ما كنت بتعرفه. حتى لو ما. نعم. حتى لو أنا وياه مشاكل بدي أقول لا ممتاز، لأنه أنا بحترم مهنتي. إذا هذا يعني هذا بيرجع أستاذي لا يعني بدي نحكي لأخلاقك كله ما شاء الله على شخصك الكريم. بشكرك مرة تانية. مهندس زيد الآن وفوت بمحور تاني اللي هو نعمة الأمن والأمان، ومثل ما بنعرف الأردن بتمتع بهاي النعمة لما يزيدنا عن باقي الدول، مثل ما بحكوا لك الأردن حديقة داخل حريقة. إيش بتعني لك هاي النعمة؟ شوفي أي تطور في العالم وأي يعني إنتاج في العالم وأي شغلة في العالم إذا ما كان في أمان ما بكون في أي إشي. يعني الأمان بتجيب رؤوس الأموال، الأمان بتجيب البحث، الأمان بتجيب كل إشي، الأمان يعني بصير إنتاج، الأمان يعني شو بدي أقول لك، الأمان يعني أمن وسلامة عامة لكل مواطن. وهذا يعني الأمان يعني نعمة الأمان في الأردن بجوز نادرة في البلدان العالم كلها وخصوصا الأولى في البلدان العربية. وهذا برجع لأول إشي الحكم عندنا في الأردن، ثاني إشي التقاليد العشائر اللي هي لسه كويسة متماسكة مع بعضها، يعني ما عندناش مشاكل للأسف يعني غير تلاقي يعني هاي الشغلة، بس احنا بنحكي بشكل إجمالي.
الأمن والأمان قلت لك بجيب الازدهار، بجيب لك الرفاهية، بجيب لك الطمأنينة. أولادنا بكونوا على الأقلية عارفين شو مستقبلهم، عارفين كل شيء، مش مثل يعني ما يكون في أمان، ما بتعرف الولد بكرة بنتك ابنك شو بده يصير فيه. بالتأكيد الله يديم علينا هاي النعمة يا رب. مهندس زيد، بنتحدث الآن مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، وأي شخص كمان رؤية الملك، لو حلفت حضر التقيت فيه شو بتحب تحكي له؟ يعني شو بدي اقول لك، يعني الواحد بيطلب من الملك شغلات كثيره، بس انا بدي اطلب من جلاله الملك، ويعني انه شعب الاردن بيحبه، وفي فقر كثير في الاردن. بامل انه من جلاله الملك انه يعمل مشاريع، ينتبه للشعب الاردني، ينتبه للاردن، واكيد هو منتبه، بس لانه الفقر وامان ما بصير. نعم، فقر وامان معادلة صعبة جدا. اذا قضينا على الفقر، يعني في احدى الفلاسفة بقولك يجب على الانسان ان يأكل ويشرب وينام قبل ان يفكر في الفن والسياسة. هذه المقولة كانوا في اثنين في مادبا أولاد صغار، واحد اسمه عاطف وواحد اسمه محمد. محمد مسكين وأهله فقراء كثير. بقول له لمحمد شو بتحب أنت يا محمد؟ بقول أنا بحب أكل رز لحمة. بسأل عاطف، أبوه كان في الجيش عقيد وكذا. بقول له حبيبي شو بتحب؟ بقول أنا بحب الموسيقى، بحب فيروز. فشوف الإنسان قبل، يعني يجب أن يأكل ويشرب وينام قبل أن يفكر في الفن والسياسة. إذا أنت ما كنت شبعان وابنك شبعان، ما بتقدر تفكر في شيء ثاني. نعم، فعلاً والله. غير الجوع وغير تفكر في أشياء للأسف مش من مصلحة الوطن ولا من يعني عاداتنا وتقاليد. بتجه للسرقة، بتجه لشغلات، بتجه للتطرف، لا تنسي، وهاي شغلة أساسية. أصلاً كل التطرف وراء، شوفي وين في مجتمعات فقيرة في تطرف. المجتمعات الغنية ما بتلاقي التطرف، نادر. لذلك هذول بوكلوا بيشربوا بناموا مرتاحين، هذول لا، بتجهوا للتطرف وشغلات ثانية. نعم بالتأكيد. بشكرك سعادة المهندس زيد. الآن نهاية اللقاء، بنحب نحدد للسادة المشاهدين موقع المكتب، أرقام الهاتف، طرق التواصل الاجتماعي، تفضل. العنوان يعني؟ العنوان. عنوان المكتب. عنوان المكتب الدوار الثامن باتجاه بيادر وادي السير، في إشارات عطا علي أول إشارة، بعديها في أربع عمارات، في مسجد للشركس، بعدين عمارة بنك الإسكان قزاز، أنا الطابق الثاني، الطابق 204. نعم، بشكرك ساعات المهندس، كان لقاء جميل مع حضرتك، وأرقام الهاتف سوف تظهر على الشاشة عند الزميل مؤتمر. وفي نهاية حلقتي هذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة المهندس زيد سلامة حدادين على تواصل دعم هذا البرنامج. بشكرك مرة ثانية. شكرا كثير لكم كثير.